وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. نعم، مما يكون يوم القيامة الجنة والنار. الجنة التي أعدها الله للمتقين، والنار التي أعدت للكافرين، داران لا بد من ورودهما، وهما داران الباقيتان، دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، ما فيها ارتحال ولا انتقال، بل هم أهلها يستقرون فيها أبد الآباد. الجنة والنار، أهل الإيمان يكونون إلى الجنة أعدت للمتقين، أهل النار يكونون إلى النار أعدت للكافرين.